مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الأنام كتاب. ويبقى الكتاب هذه الأداة البسيطة التي لا يحتاج اقتناؤها إلى تعقيدات الحياة ومتطلباتها، هي سهلة الاستعمال وبمتناول الجميع. تشبهنا كثيراً، فيها السيد الوقور الرائع والجميل، الغاضب والظريف، والفيلسوف والعالم، البسيط والمعقد، الأديب والرومانسي. قرأت لك دعوة متجددة من قناة بينونة لنبحر معا في عالم الكتب ونتجول في عقول الآخرين. قل لي ماذا تقرأ؟ أقول لك من أنت.